السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. وزي ما تشوفون هيونداي توسان 2025 الفيس ليفت الجديد ووصل. الفئة اللي وصلتني هي فئة السمارت الدفع الرباعي الاتش تراك، نظام الدفع الرباعي بهيونداي، طورينا هيونداي. فئة السمارت تعتبر هي أول فئة بالتوسان بسوقنا، لكن هنا دفع رباعي زي ما ذكرت لكم، لأن في شيء يجي دفع ثنائي أو رباعي. هيونداي توسان سيارة SUV، منافسينها كيا سبورتاج شقيقتها اللي تيجي بنفس المحرك نفس الجير، لكن كيا عندك يا جماعة، عندكم يا جماعة الخير تويوتا رافور، نيسان إكستريل، هوندا سي آر في، مازدا 6.5، كثير منافسين بالفئة هذه غير الصينيين. طبعا الصينيين لسه عالم ثاني. راح اتعرف على اهم مواصفات والمزايا. وقبل ما ابدا بالتغطيه سيدي اخوان الكرام، اشتركوا بالقناه، قناه المتخصصه بالسيارات. طبعا هيونداي شركه كوريه، والتوسان يصنع بالتشيك. تعرفون تشيك؟ تشيكوسلوفاكيا زمان، بعدين صار تشيك وسلوفاكيا الحال. فالتشيك هي اللي تصنع السياره هذه. طبعا هي شرق اوروبا، مصنع التوسان موجود هناك. ما ادري حيستمر، لان الكيا سبورتاج الموديل الجديد حيكون صيني، ما حيكون سلوفاكي، حيكون صيني. فما ادري هل التوسان يغيرون مصنعه ولا حيبقى بالتشيك، بحكم التشيك اصلا عندهم صناعه سيارات. تعرفون سكودا اللي تابعه في دبليو، سكودا يسمونها كذا سكودا، فهي تشيكيه تابعه في دبليو، فتعتبر تقنيات المانيه. فالسياره هذه كوريه، تصنيع اوروبي بالتشيك. يلا نتعرف عليها، ويلا بسم الله. طبعا متابعيني الكرام، تقدرون تحملون تطبيق عماد الدين على اجهزتكم الذكيه، سواء كان جوالك يعمل بنظام الاي او اس ولا كان بالاندرويد جهازك، سواء ايباد، تابلت، جوال، اي شيء، تروح للمتجر وتبحث عن عماد الدين وتحمل التطبيق. التطبيق فيه كل السيارات المتوفره بالمعرض، كامل تفاصيلها، اسعارها وصورها. تقدر تتصفح بهذا الشكل تشوف السيارات الموجوده، كذلك تقدر تبحث عن سياره معينه. حاب ابحث مثلا انا عن تويوتا كرولا، اروح الى تويوتا بعدين ابحث عن كورولا وشوف التويوتا كورولا اللي موجوده. تلاحظون هذه التويوتا كورولا موجوده في معرض عماد الدين للسيارات. حاب اشوف هذه السياره، المواصفات بالكامل مكتوبه، كذلك حاب اتصفح الصور. هذه الصور زي ما نلاحظ، حتى بطاقه وقود مصوره، يعطيهم العافيه الشباب. كل السيارات موجوده مع ارقام التواصل بالكامل، او حاب تبحث بشكل عشوائي روح للقائمة هنا. مثلا حاب تبحث عن كامري او قول سوناتا، خلينا نروح نشوف السوناتا. هذه السوناتا، يطلع لك سيارات السوناتا، هيونداي سوناتا اللي موجودة في المعرض. حمل التطبيق الان. ومتابعين الكرام، نبدا تغطيتنا عن هيونداي توسان. بسم الله. 2025 حصلت على فيس ليفت، ما هو شكل جديد، فيس ليفت يقصد فيه شد الوجه، شوية لمسات جديدة، منتصف العمر نوعا ما. بعض الشركات ممكن يكون لها مرتين على الفيس ليفت، وبعض الشركات مره واحده، وبعض الشركات ما تسوي. هنا فيس ليفت، وهيونداي متعودين فيس ليفت هو منتصف العمر تقريبا. التغيير اللي ما هم دقق زياده، بيقول نفس الشيء تقريبا، لكن هو فيس ليفت يدقق بالشكل. فنلاحظ الوجهيه تغيرت، صدام ما صار في تطور على المحرك ولا على الجير، فقط على شكل الجنط على المقدمه. صراحه التغيير الجميل اللي اكثر صراحه انا حبيته هو تغيير الداخليه، لان صارت الشاشه اكبر الى اخره. لكن عموما نبدا نتكلم عن اول شيء تصميم السياره خارجي. زي ما ذكرنا هذه سياره SUV من 5 مقاعد، منافسينها تويوتا رافور، كيا سبورتاج، هيونداي توسان. تقريبا صدام الخلفي شوي يختلف من الخلف. الجنب فقط تصميم الجنوط، والتطعيم الكروم على اطارات النوافذ ما كانت موجوده على فئه السمارت. المحرك 2.0 الأكثر شعبية صراحة، هو الأكثر طلب. صحيح 1600 أغلى شوي ومرغوب، لكن صراحة مرغوب للتصدير، أو الشخص اللي ناوي يشتري السيارة بعدين يصدرها، بحكم أن في كثير من الدول تعطي خصومات على 1600 سي سي من حيث صرفية الوقود، فيكون جمركها عالي. من أبرز المثال طبعا، أبرز الأمثلة دولة مصر، فمثلا تلقى الإخوان المصريين يبحثون 1600 تيربو، مو بعشان والله صراحة يبغى صرفية وقود أفضل شيء، لأن رسومها الجمركية أقل. فمثلا مربوط ال 1600 صرفيته افضل من 2000 سي سي، ما نختلف، واحصنته اقوى. لكن مثلا جير 7 سرعات دبل كلتش، في ناس ما ترغب السبع سرعات دبل كلتش، لكن من حدين ياخذون ال 1600 علشان موضوع التصدير.
الشعبية أكثر المحرك 2000 سي سي، لأن هذا محرك صراحة محرك قوي من هيونداي أو كيا، سيارات هيونداي وكيا ينزل عليها نفس المحرك هذا تلقاها ماشية بمئات الألوف، 400 ألف، 500 ألف، 700 ألف، مع المحافظة يمشي عليه بالممشى هذا، وأبرز مثال التكاسي. عموما المحرك 2.0 2000 سي سي، 150 حصان، الجير أوتوماتيك، 6 سرعات، الحمد لله ما خلوا سي في تي زي الألنترا، لكنها 6 سرعات، نظام الدفع فيها اتش تراك اللي هو اول ويل درايف او تقدر تقول دفع رباعي مستمر، موجود زر داخل السياره اللي هو الدفرنس الوسط، هو طبعا هو يقولوا له دفرنس وسط، ما في شيء اسمه دفرنس وسط، هو توزيع قوة بين العجلات الاربعه. المواصفات الخارجيه المقدمه باضاءات الاي دي، نور عالي واطي الاي دي، اربع حساسات على الصدام الامامي. جنوط السياره حصلت على شكل جديد، طبعا مقاس 18 انش، 235 على 55 مقاس الكفر، والكفرات من نوع نيكسن. الكوريين حب في عندهم شويه بلاء كذا الكفراتهم صراحه. فيها اشارات بالمرايه، تطعيمه كروم على اطارات النوافذ، ماشيه مع بدايه المرايه الى اخر الرفرف الخلفي. صرفيه الوقود 13 كيلو، تقييم متوسط، نوع البنزين 91، 2025، سياره اول ويل درايف، دفع رباعي مستمر. هو صراحه اول ويل درايف كذا نقدر نقول عنها اللي هي دفع كلي للعجلات، هذه الادق، خليك من هذه بس كذا، اول كل ويل كفرات درايف، الكفرات كلها قيادة على الكفرات الأربعة يعني بالمختصر مفيد. طيب السيارة تشيك، مدين تشيك، حناية عفش مساطر. نروح للخلف، عندنا الجناح الخلفي، طبعا الإضاءة الخلفية هيلوجين عادية، عندنا أربع حساسات على الصدام الخلفي، ونلاحظ الشكمان جاي كذا فتحتين، صح ما هي بيمين يسار بس نفس المخرج، يعطيك شكل فتحتين، فتحتين حقيقيات متأكد منهم. بعض الحين بعض الشركات تسوي فيك، بس ما اتوقع هيونداي لا رسمي، شوفوا كيف هذا هو الاتش تراك، تشوفه بهيونداي او جينيسيس يعني دفع رباعي. طبعا هيونداي جينيسيس شالوه حطوه فور ويل درايف اتوقع، او اول ويل درايف كذا غيروا كذا خلوه لهيونداي. هذه ستارا سبير السيارة، الإضاءة هيلوجين من فطاقة كلاسيكي. على فكرة كيا نفس الشيء بس مسمين النظام إكس 4، هو نفسه تعرفون جروب هيونداي يجمع علامة هيونداي وجينيسيس وكيا. دخول ذكي، تشغيل ذكي، خاصية تشغيل عن بعد، الدخول ذكي منفذ السائق والراكب، بمجرد حتى تدخل السيارة تضغط الزر يفتح القفل. هذه من الداخل، المقاعد قماش، طبعا في ناس يقول لك ليش تقول قماش، بالقماش المقاعد يعني ما باللغة العربية ما تقدر تقولها قماش فتقول قماش، ولا باللغة العامية تقدر تقول قماش. طيب كرسي الساق والراكب بحركة يدوية، كرسي الساق ينزل ويطلع الظهر فر هذا الشكل. عندنا زجاج كهربائي، الأمامي أوتو لمسة واحدة، أو ما شاء الله، لا غشني على بال إنه ندبل، ما هو مدبل، لكن دائما ما شاء الله نقول، نحاول دائما نخلي كلمة ما شاء الله على لساننا. هذه مراية كهربائية بخاصية الطي. شوف الصف الخلفي، هذه طبعا المساحة الخلفية تعتبر ممتازة بالفئة هذه، عندنا حاملات أكواب، تكات الرأس متحركة، مثبت القاعدة أطفال، فتحات تكييف تتبع مكيف الأمامي، منافذ تايب سي طاقة. صراحة الفئة هذه من السيارات مرغوبة، يعني حتى فورد عندهم تريتوري كذلك داخل منافس قوي، فتلقى الزبون محتار ما بين التريتوري، محتار ما بين سبورتاج الرافور، فالفئة هذه شوي فيها منافسين زيادة. وصراحة تقريبا الفئة هذه من السيارات هي الأكثر مبيعا في العالم، كانت أول السيدان المتوسط أو المدمج، حاليا الناس حولت للكروس أوفر. هي صحيح مصنفينها SUV اللي هي سيارة ممتدة الأغراض، لكن الكروس أوفر CUV هو الكلمة المثالية لهذه السيارات، اللي يكون CUV يعني دفع الرباعي اللي فيها ما هو مخصص للأفراد، أو مثلا تيجي دفع أمامي لكن بتصميم سيارات الجيوب، بس ما هي جيب حقيقي. فحوسة. طيب كلمنا عن زجاج المراية، المقبض لاحظوا كيف جاي كروم مطفي، طبعا هو بلاستيك لكنه كذا مرشوش طبقة كروم خفيفة أو لون كروم عفوا، بلاستيك، هنا جلد وفي طراوة، ما في تلوين صراحة كثير، البيج والأسود هو المسيطر على السيارة مع لون الكروم المطفي. طيب تحكم في مستوى الإضاءة الخارجية، التراكشن، لاحظوا طريقة فتح المكيف والتسكيرة. عندنا هنا دركسون السيارة زي ما ذكرت لكم، صراحة التغيير الجميل الأكثر
جمال هو الداخلي وتختلف من شخص لشخص. في ناس يحبون شكل دراكسون هيونداي وهو عليه علامة هيونداي، ما هو لغة مدري مين هذه حقة التي تي تي ما أدري وش، بس إن هذا حرف الاتش عندهم يعني ما أدري ذكروا بلغة مين يعني صراحة ناسي. طيب هذا دراكسون مكسب الجلد. عندنا أوامر صوتية بلوتوث، التحكم بأعداد رحلات، عفوا التحكم بالنظام الصوتي هذا هو. هنا التحكم بأعداد رحلات، مستوى صرفية الوقود إلى آخره. تصميم الطبلون كأنه شاشة لكنه هو ديجيتال. يوم يكون شاشة يعني شاشة فعليا بالكامل، لكن فعليا الشاشة هي عدد رحلات فقط، المربع الصغير هذا. مثبت سرعة موجود، الأوتو الأنوار تقريبا نهار تطفي بداية تشتغل. كذلك عندنا عصا مساحات، الزجاج الأمامي والخلفي، زر التشغيل الذكي. شاشة معلومات صارت أكبر، الشاشة تدعم أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، فيها بوصلة قبلة هذه هي. كذلك ما ننسى ان عندنا كاميرا خلفيه مساراتها متكيفه مع حركه المقود. فاللي يحبون الشاشات الكبيره ممكن هذه تكون خيار له انسب، لكن صراحه اللي يبحث عن السعر ممكن ياخذ الشكل القديم، ممكن يلقاه ب 97 95 الف ريال اذا حاب يوفر على نفسه. ما في اختلافات صراحه تست يعني اقول لك انه لا حرام انك اخذت الشكل القديم، الا يوم توفر عفوا يكون السعر فرق 2003 وتاخذ الشكل القديم لا احرام، يمكن فرق في سعر 10-15 ألف. كل واحد حر يعني بخياراته، 15 ألف ما هي مبلغ سهل. زر التشغيل الذكي، هذه مفاتيح هيونداي الذكيه وماخذ مفاتيح الشكل الجديد اللي هو جاي كرومي باللون، دخول ذكي، تشغيل ذكي، خاصيه تشغيل عن بعد، وفتح قفل الشنطه. الشنطه ما هي كهرب لكن يفتح لك القفل. نروح الى مكيف السياره، طبعا يدوي. هذه اختصارات نظام الصوتي. طبعا الماب ما هو في الشاشه لكن تحط عليها ابل كار بلاي يفتح لك الخرائط. لما تلاحظ اضغط زر الماب يقول لي ليش ما شبكت اندرويد اوتو، ليش ما شبكت ابل كار بلاي، لكن عموما زي ما نشوف انها موجوده يعني حتى انا بدون سلك. الشاشه الجديده بدون سلك. انا صراحه الى يومكم هذا حتى يعني سيارتي الشخصيه او سياراتي يعني صراحه عندي التايب ار والبورش، صراحه ما احب استخدم لا ابل كار بلاي ولا الاندرويد اوتو على السلك، عفوا على الوايرلس. تقول ليش؟ يقول لك انا اصور كثير، فبعض الاحيان اكون نازل من السياره وشغال السياره فاصور شيء من برا ولا شيء الصوت يروح، فتختلف من شخص لشخص. فانا احب السلك الى الان. طيب مكيف السياره يدوي، منفذين تايب سي. عندنا المنفذ الاساسي اللي هو منفذ الطاقه والنظام الصوتي، وعندنا منفذ تقدر تحوله الى طاقه فقط. يعني هنا خيار تخليه طاقه ونظام صوتي، وهنا فقط طاقة. عندنا هنا هذا طاقة تايب سي، وعندنا منفذ الطاقة الكلاسيكي، بالإضافة لوجود الشاحن اللاسلكي للجوال. الجير أوتوماتيك من 6 سرعات، طبعا تقدر تحولها لوضعية المانوال من هنا. عندك زر درايف مود، إيكو نورمال وسبورت وماي درايف. وعندنا هنا الزر اللي قلت لكم عليه الخاص بالدفع الرباعي الوسطي، هذا توزيع القوة للكفرات الأربعة، يعني أفراد خفيف لطيف ما عليه مشاكل وما عليه خلاف ويمشي إن شاء الله. نظام المنحدرات، الحساسات طفية شغلة القفز الزر، وهذا الزر يشغل لك الكاميرا الخلفية حتى لو ما هي على الريوس. الجنط كهربائي يدعم خاصية الأوتو هولد. عندنا هنا حاملات الأكواب الاثنين مع وجود تكاية بالوسط فيها مساحة تخزين، ونلاحظ أن التكاية جاية جلد وفيها طراوة. هذا الدرج الأمامي، هذه أماكن تخزين ما أنا صراحة ما أشوف ما لها داعي، أشوفه حلو على الفانات لكن على السيارات هذه مكان هذا أنا أشوف ما له داعي. ممكن والله الراكب يحط جواله إلى آخر، بس أنا عن نفسي ما أحب الكراكيب. المراية الداخلية طبعا عادية ما هي تعتيم، نور السقف هيلوجين الأمامي، وهذا اللي هو الخلفي أو الوسطي، هو خلفي صراحة جاي. شماس الساق فيها مراية مع إنارة هيلوجينية، هذه تقدر تمددها من هنا. شماس الساق والراكب نفس الشيء، لا شماس الراكب فقط مراية مع إنارة هيلوجين لكن ما تقدر تمددها، ما فيها ميزة التمدد زي شماسة السائق اللي هي هذه. الأمن والسلامة بالسيارة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك السائق والراكب، وعدد 5 حزمات أمان، والحفظ الله دائما وأبدا. هذه هي أبرز المواصفات متابعي الكرام الموجودة على هيونداي توسان موديل 2025، وزي ما ذكرت السعر 110,400 ريال شامل الضريبة. هذه فئة السمارت الدفع رباعي اتشتراك من هيونداي بمحرك 2.0 2000 سي سي. طبعا ممكن تاخذها بمحرك 1600 سي سي، او تاخذها ب 2000 سي سي دفع ثنائي، او 1600 دفع ثنائي، او دفع رباعي على حسب التوفر، لكن تجي يعني مو والله ما تجي.
بالنسبة للمحرك 2.5 أنا موجود عندي الشكل القديم اللي هو 2023 و 2024، والله إني ذا الحين ناسي، تقريبا 2023، فسعره 115,000 اللي هي فئة بريميوم. متابعيني الكرام، طبعا زي ما ذكرت لكم حملوا تطبيق معرض مدير عشان تصفح السيارات اللي موجودة، ودائما يعني ممكن تشوف المقطع بعد سنة من تصويره، فحمل التطبيق عشان تتابع الأسعار بشكل دوري وتشوف السيارات المتوفرة، هل نزل السعر هل ارتفع الله أعلم، على موجودة على التطبيق، وتقدر تتواصلون مع أرقام المبيعات الموجودة على التطبيق. صوت البوري، طولت عليكم، أتمنى ما أكون غثيتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.